هعمل معاكم وصفة يابانية سحرية لإزالة كل تجاعيد الوجه. سر شباب بشرة اليابانيات، هتزيل معاك كل التجاعيد مهما كان عمرك فوق 70 سنة، هتبان وكأنك عندك 20 سنة. أقسم بالله كنز رباني عظيم، وبتزيل التصبغات وبتفتح البشرة 5 درجات بدون مبالغة. أول حاجة معايا الشوفان، الشوفان هاخد منه معلقة كبيرة، وتاني مكون معايا هو بذور الكتان، هاخد منه برضو معلقة كبيرة، وبعد كده أنقعهم في مية لمدة ربع ساعة في كوباية كبيرة من المية، وبعد كده أجيب إناء كده على النار أسيب الخليط يغلي لمدة 5 دقايق لحد ما يتخن جدا معايا. اول ما يوصل للقوام ده هطفي النار، وبعد كده اجيب اي شراب يكون نظيف مخصص للمسكات او اي شاش او اي قماشه، واحط الخليط وابتدي ان انا اعصر بايدي عشان استخرج الماده اللزجه اللزوجه دي، هي اللي هتدمر التجاعيد وتزيل كل التجاعيد من اول مره. تفضلي تدهني، سيب الخليط لمده 1/3 ساعه على التجاعيد، وتكرري الوصفه مرتين في الاسبوع، هتنبهري بالنتيجه.